في القصبة تاع قسنطينات كاتب ياسين للدنيا. وكبر في عائلة راقية، أدخل المدرسة القرآنية في صدراتها. في 1936 دخل المدرسة الفرنسية لافايت، وملتم تسرح لسانه في الفرنسية اللي كان يعتبرها غنيمة الحرب. كي كان في الليسي شارك في أحداث مي 1945 وتحبس عليها مدة شهرين، وكي خرج لجأ للكتابات وغرق فيهم قبل ما يروح يقرأ في عنابة وين تلاقى بنت عمه وحبها نجمة اللي كانت كبيرة عليه ومتزوجة. في هذاك الوقت كتب أول ديوان ديالو مناجات. في 47 طلع أول مرة لفرنسا وين لقى محاضرات على الاستقلال وخلق صداقات في الوسط الثقافي الفرنسي. وبعدها بعامين أسس جريدة الجمهورية مع ألبير كامو، وبقى يخدم صحفي وكاتب وحمال في الميناء تاع الجزائر. ياسين كان إنسان بسيط، خدم حتى ماسون باش يقدر يعيش. في 56 انشر كاتب ياسين الرواية الوحيدة اللي كتبها، النجمة، اللي زعزع بها عالم الأدب حتى ترجموها لعدة لغات ودخلوها في مناهج مدرسية تاع جامعات كبيرة. نجمة اللي كانت تحكي على الجزائر اللي يحبها، الجزائر اللي يحلم بها، الجزائر اللي بعيد على مناله كما نجمة بنت عمه. المغرب الهايم كما سماوه صالو جال في الدنيا، كتب مسرحيات بزاف مثلوهم في فرنسا، ومن بعد رجع للجزائر في 71 وأسس المسرح الشعبي الجزائري وكتب مسرحياته بالدرجة باش يكون قريب لخوتو الجزائريين. وفي العوام الأخرانيين تم تعيينه كمدير المسرح الجهوي تاع سيدي بالعباس. كاتب ياسين كان اسم على مسمى، كان كاتب وبقى كاتب حتى خطفته الموت ودفنه في العالية في أول نوفمبر 1989. من نحكي لي على زمان، نتمنى لكم الوقت المزيان وخليناكم إن شاء الله في رعاية الرحمن.